الناس اللي بتوجه لها الانتقاد والناس اللي بتوجه لها الرفض والناس دايما اللي عايزه الناس كلها تعجب بيها عشان يعرفوا يكملوا حياتهم، لازم تعرف تحطها قاعده في حياتك. انت مش بتعجب كل الناس عشان كل الناس تعجب بيك. انت تكمل حياتك وتشوف فين اخطائك وتحاول ان انت تعالجها. كلام الناس ده ما تحطهوش عبء على كتافك عشان ما يوقفكش، تخطاه، ما تخليهوش دايما عبء. وانت ما انتش نبي عشان كل الناس تحبك وتعجب بيك وينزل لك ويظهر لك معجزات عشان تبين ان انت ما فيش زيك. حتى الانبياء كان لهم اعداء وكان لهم ناس بتكرههم وكان لهم ناس بتحاربهم. حتى الذات الالهيه ربنا سبحانه وتعالى لحد هذه اللحظه في ناس لسه بتعبد البقر والجاموس والفيران. لحد دلوقتي الناس مش عايزه تتفق على ربنا سبحانه وتعالى. فما تعتقدش في مره او في يوم من الايام ان الناس ممكن تتفق عليك، خليك اذكى من كده بكتير. فما تحطش اي كلام اي حد، سواء لو كان خصوصا الانتقاد ده لو كان انتقاد سلبي بدون اي نصيحة، ما تحطوش في دماغك، تخطاه وكمل حياتك. صدقني انت افضل من كده بكتير. سلام عليكم.